صدر عن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله مرسومان لسنة 2018. جاء في المرسوم رقم 39 لسنة 2018 أنه يعين في وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني كل من الشيخ محمد بن أحمد بن سلطان آل خليفة وكيلا للزراعة والثروة البحرية، شوقية إبراهيم حميدان مديرا عاما لأمانة العاصمة، إبراهيم يوسف الجودر مديرا عاما لبلدية المحرق، لمياء يوسف الفضالة مديرا عاما لبلدية المنطقة الشمالية، والدكتور عبد العزيز محمد عبد الكريم وكيلا مساعدا للزراعة. وجاء في المادة الأولى من المرسوم رقم 40 لسنة 2018 بتعديل المرسوم رقم 69 لسنة 2004 بإعادة تنظيم وزارة الداخلية أنه يستبعد نص البند رقم 11 من أولا من المادة الأولى من المرسوم رقم 69 لسنة 2004 بإعادة تنظيم وزارة الداخلية النص الآتي: 11 شؤون الجمارك وتشمل رئيس الجمارك ويتبعه ألف إدارة الرقابة ومتابعة الأداء، باء إدارة الاتصال والتنسيق، جيم مدير عام التفتيش والأمن الجمركي بدرجة وكيل مساعد وتتبعه إدارة جمارك المنافذ البحرية، إدارة جمارك المنافذ الجوية، إدارة جمارك المنافذ البرية، إدارة الأمن الجمركي، دال مدير عام التخليص والخدمات الجمركية بدرجة وكيل مساعد وتتبعه إدارة المخاطر الجمركية، إدارة التراخيص الجمركية وخدمة العملاء، إدارة نظم المعلومات وإدارة التخليص الجمركية. هاء مدير عام التخطيط والشؤون الإدارية بدرجة وكيل مساعد ويتبعه إدارة التدريب والتطوير، إدارة الموارد المالية، إدارة التخطيط والسياسات الجمركية، وإدارة الموارد البشرية والشؤون الإدارية.